في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. كله يدور حول الكلمة. الكلمة اللي قال الله وخلق بها الإنسان والكون كله ليكن فكان، والكلمة اللي هي يسوع المسيح، والكلمة هي أنا وهي أنت وهي أنت. أمين. نحن أيضا نكون جزء من هالكلمة الشاملة. يعني على الثقافة المسيحية، علماء المسلمين يعني يردون على المسيحية، يقولون هذا كلام عيسى مو كلام الله. هم ما يفتهمون أنه هم عيسى عندهم الله، فإذا هذا كلام عيسى هو كلام الله، لأنه هو عيسى هو الله في الثقافة المسيحية. فعيسى كما ورد في القرآن هو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم. هو القرآن أيضا يؤيد أن عيسى كلمة الله. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. كله يدور حول الكلمة. الكلمة اللي قال الله وخلق بها الإنسان والكون كله ليكن فكان، والكلمة اللي هي يسوع المسيح، والكلمة هي أنا وهي أنت وهي أنت. أمين. نحن أيضا نكون جزء من هالكلمة الشاملة. يعني فإذا هو عين الوحي، يعني تجسد الوحي في عيسى. الوحي صار هو كلمة. فلا تقرون بالإنجيل، أول ما تقرون في البداية كانت الكلمة، والكلمة صارت بشرا يعني عيسى. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. كله يدور حول الكلمة. الكلمة اللي قال الله وخلق بها الإنسان والكون كله ليكن فكان، والكلمة اللي هي يسوع المسيح، والكلمة هي أنا وهي أنت وهي أنت. أمين. نحن أيضا نكون جزء من هالكلمة الشاملة. يعني